وزير يا مسؤول المعركة ستطول، يا 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 وزير يا مسؤول المعركة ستطول. مسؤولين النقابيين بناء على هذا الملف المطلبي الوطني لكي تكون مجموعة ديال النقاط أساسية ومجموعة ديال الملفات اللي عالقة، نضطروا في الاتحاد المغربي للشغل وفي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض لخوض هذه المعركة النضالية للإضراب الوطني ديال 14 و15 اللي تنعتبروه ناجح. ومن هنا تنهني المناضلين والمناضلات ديالنا في الجهة وناجح على الصعيد الوطني. تنحضروا اليوم كأعضاء ديال المجلس الجامعي والمجلس الجهوي واللجنة الإدارية الوطنية استجابة للنداء ديال المجلس الجامعي خوض إضراب وطني يوم 14 و15 مع تنفيذ اعتصام جزئي أمام المقر ديال الولاية ديال جهة مراكش. هذا الاحتجاج وهذا الإضراب اللي تيجي نتيجة تماطل ديال الجهات الوصية على فتح حوار جاد ومسؤول دفاع المطالب العادلة والمشروعة اللي تيتضمنها الملف المطلبي الوطني واللي تيتضمن مجموعة من نقاط أساسية، أولها الملف ديال حامل الشهادات والدبلومات والإدماج ديالهم في السلالم المناسبة، ثانيا الحريات النقابية وإرجاع المطرودين، ثالثا التعويضات على الأعمال الشاقة والمسيخة والتعويضات المالية عن الترقيات، ثالثا الملف ديال التدبير المفوض، كذلك الإخوان ديالنا والعمال ديال والعاملات ديال الإنعاش الوطني. هذا الملف اللي عمر مدة طويلة وفيه مجموعة ديال المشاكل على الصعيد الوطني واللي تنطالبوا من الجهات المسؤولة فتح واحد الحوار جاد مع النقابة الوطنية ديال الإنعاش. مجموعة من النقاط الأساسية في هذاك الملف المطلبي اللي تندعيو الجهات المسؤولة بفتح حوار جاد، كما تنهني الإخوان ديالنا في الجهة على النجاح ديال الإضراب وعلى تنفيذ وتجسيد هذا الاعتصام الجزئي أمام الولاية. احنا اليوم جينا نوقفوا قدام الولاية من أجل أننا نجسدوا الإضراب الوطني الإنذاري اللي دعت لي الجامعة الوطنية، الموظفي الجامعات الترابية والتدبير المفوض، باش نوصلوا صوتنا للوزارة الوصية على القطاع، باش نحتجوا على تعطر ديال الحوار القطاعي وعلى سياسة الأذان الصماء اللي كتنهجها للأسف الوزارة. حنا اليوم جينا باش نددوا بهاد يعني الإرادة الغير يعني القوية والانعدام الإرادة الحقيقية عند الوزارة باش أنها تلبي المطالب ديال الشغيلة الجماعية، مطالبنا عادلة ومشروعة، الملف ديال حاملي الشهادات والدبلومات اللي عمر طويلا واللي الحدود الان مازال ما لقاش يعني الحل اسوة باقي يعني الزملاء ديالهم في القطاعات الاخرى، الملف ديال التقنيين، الملف ديال الكتاب الاداريين، الملف ديال المتصرفين، كذلك الملف ديال الانعاش الوطني وتدبير المفوض، مجموعه من المطالب اللي هي عادله ومشروعه واللي كنطالبوا الوزاره باش انها تجلس معنا في حوار جاد ومسؤول وفعال باش تلقى لهم الحلول في يعني في اقرب وقت. حنا اليوم جينا كنقولوا بصوت واحد ومن داخل الاطار العتيد اللي هو الصوت ديال الشغيله الجماعيه، الجامعه الوطنيه، الموظفي الجماعات الترابيه وتدبير المفوض، اننا مناضلون واننا يعني لن نتزحزح وان قوتنا واننا صامدون حتى نلقاو ان شاء الله حل وحلول لجميع يعني المطالب الشغيله.